السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز متابعي قناة الوقاية، أقدم إليكم اليوم علاجا للقولون والقولون العصبي، ويتم علاجه من الطبيعة وبدون أدوية كيماوية. وهذه طريقة بسيطة جدا، عليك إحضار من العطار عدد 5 ليمونات مجففة، ويتم كسرهم ورمي البذور الموجودة به، ويتم إضافة إليهم 1 ملعقة صغيرة من السكر. عليك أخي بطحن الجميع جيدا، ويتم تناول 1 ملعقة صغيرة بعد أي وجبة، سواء وجبة الإفطار أو وجبة الغذاء أو وجبة العشاء. وهذه وصفة مجربة، ويتم تناول يوميا 1 ملعقة بعد أي وجبة تريد أن تختارها، ويكرر هذا لمدة 1 شهر، وسوف بإذن الله تجد نتيجة هائلة من هذه الوصفة. وشكرا إليكم.